لا تلعبوا بالنار، هكذا حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من السماح لأوكرانيا بتنفيذ هجمات في العمق الروسي باستخدام أسلحة غربية، قائلا بأن هذا سيفجر صراعا عالميا. تأتي تصريحات بوتين في أعقاب دعوة الأمين العام لحلف الناتو الدول الأعضاء إلى رفع القيود التي تكبل الأوكرانيين في ظل الانقسام حول مدى وحجم الدعم العسكري لأوكرانيا، وتخوف أيضا بعض الدول كألمانيا وإيطاليا من التصعيد المحتمل وتوسع رقعة النزاع. السؤال هو إلى أي مدى تستفيد روسيا من الانقسام الحالي في حلم لحلف الناتو، وأي استراتيجية أصلا يملكها الحلف لوقف التقدم الروسي في أوكرانيا؟ أسئلة وغيرها أناقشها مع ضيفي، ضيوفي في النقاش من موسكو السيد يفغيني سيدروف الكاتب الصحفي والباحث السياسي من فيينا. أرحب أيضا بضيفي بالسيد وولفغانغ ريشتا باحث في الشؤون الأمنية في معهد جنيف للسياسات الأمنية، يهلا بكما معي في هذا الجزء من النقاش. سيد سيدروف، أبدأ معك، ما المقصود تحديدا من التحذير الروسي بخصوص استخدام أسلحة غربية في ضرب العمق الروسي؟ ألم يسبق لأوكرانيا أن استخدمت هذه الأسلحة في ضرب أهداف في روسيا؟ وشنك أوكرانيا أيضا هجمات على بلغورود مثلا بقنابل هامر الفرنسية الموجهة، صواريخ هارم الأمريكية، ما الجديد هذه المرة؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفكم الكريم. أعتقد أن الجديد في هذه المرة هو ربما نوع من الضجة الإعلامية المثارة حول موضوع استخدام الأسلحة الغربية لاستهداف العمق الروسي، وليس فقط مدن مثل بيلغورود، وهذه المدينة تقع بالقرب من الحدود الأوكرانية، وإنما ربما هناك نوايا أو خطط غربية وهي تشجع أوكرانيا فيما يتعلق باستهداف ربما منشآت ومواقع روسية التي تبعد عن الحدود ربما كيلومترات وعشرات الكيلومترات وحتى أبعد من ذلك. هذا ما يقلق بطبيعة الحال الجميع بما فيها وأولا وقبل أي شيء آخر القيادة الروسية، وبطبيعة الحال الدول الغربية التي لا تريد أن تتحول يعني هذه العملية العسكرية كما تسمى هي في موسكو إلى مواجهة مباشرة، مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا ودول الناتو. من هنا نحن نرى انقساما بين الدول الغربية وفيما يتعلق بأوروبا الغربية، طبعا بين تلك الدول التي ربما تريد وتدفع أوكرانيا إلى هذه الطريقة من خوض العمليات العسكرية في المستقبل، وبين الدول التي ترفض رفضا قاطعا مثل هذا التحول، لأنها تخشى من أنه بالفعل يمكن أن يتحول ليس فقط إلى مواجهة مباشرة بين روسيا والغرب، وإنما إلى حرب واسعة النطاق، وربما هذه الحرب قد تتميز باستخدام الأسلحة النووية، وهذا ما لا يريده أي طرف من الأطراف المتصارعة الآن. نعم سيد ريشتر، تتفق مع ضيفي من موسكو، يعني التهديدات صراحة لم تهدأ من قبل جميع الأطراف منذ بداية هذه الحرب، الحرب الروسية الأوكرانية. ما الجديد هذه المرة، وما خطورة التهديد الذي نسمعه من موسكو في حال استخدمتم أسلحة غربية؟ يعني لا تلعبوا بالنار معي، هل يؤخذ ذلك على محمل الجد؟ وبأي مستوى يعني من الخطورة تضع هذا التصريح وتضع أي تحرك مضاد له؟ بشكل عام فنحن في سلسلة من التصعيد في السنتين الأولوين، كان هناك موقف مشترك في التحالف الغربي بأنه سيتم تجنب الأهداف الروسية بالأسلحة الغربية، وكان ذلك شرط لتوريد الأسلحة. الغرب يريد أن لا تخسر أوكرانيا في هذه الحرب، وأن تكون أوكرانيا في موقف بحيث لا يمكن لموسكو أن تفرض شروطها على مفاوضات
السلام في المستقبل. أما بالنسبة للهجومات من بلغورود على خاركيف، أدى ذلك إلى توسعة الجبهة بالنسبة لأوكرانيا التي تفتقر إلى الجنود أصلا، وبالتالي أجبرت على تركيز قواتها في خاركيف. وأوكرانيا حاليا في وضع عسكري حرج. وهنا طرح السؤال إلى أي مدى يمكن أو يجب تقبيل أوكرانيا في استخدام الأسلحة الغربية. الوضع جديد بالتالي، ووزير الخارجية البريطاني كاميرون حذر من ذلك وقال من المفترض أن تقرر أوكرانيا بنفسها كيف تستخدم الأسلحة الغربية، والرئيس الفرنسي وافق على ذلك وأمين عام الناتو أيضا. ولكن من جهة أخرى هناك دول تتخوف من أو توسعة نطاق الحرب، منها ألمانيا وإيطاليا وغيرها. ومن واجب القول أن هناك اختلاف بين الدول المالكة للأسلحة النووية وغير المالكة لها. والدول النووية تعتقد أنها تستطيع أن تخاطر أكثر. سيد ريشتر، أعذرني على المقاطعة، ما تقوله جدا مهم، فقط تعقيب صغير. أنت تقول، حضرتك تقول بأن بالفعل هناك دول يعني تذهب باتجاه فلندعم أوكرانيا أكثر بنوعية أسلحة مختلفة، هناك دول ترفض هذا الأمر، وذكرت أيضا ألمانيا في هذا السياق. هذا الاختلاف بالمواقف لدول أساسية بحلف الناتو إلى أي مدى يضعف يعني قرارات الناتو فيما يتعلق بأوكرانيا وأيضا بروسيا، وإلى أي مدى يستفيد الجانب الروسي من هذا الضعف في المواقف في الداخل يعني الغربي تحديدا؟ لا أرى ضعفا في ذلك، لأن هناك اتفاق تام بالنسبة للنقاط الأساسية، أن هذا التحالف العابر لدول الناتو بين الدول مجموعة رامشتاين كما تسمى، والتي تدعم أوكرانيا. وهناك يتم التنسيق مع أوكرانيا كيف يتم استخدام هذه الأسلحة. وإلى الآن كان هناك إجماع داخل التحالف بأنه لا يجب مهاجمة روسيا بأسلحة غربية طويلة المدى، ولكن هذا الإجماع يبدو أنه يضمحل بعض الشيء حاليا، خصوصا عند النظر للمعارك على الحدود. أظن أن الجدار الحامي هو غير ذلك. يمكن استهداف الجانب الآخر على أراضي حسب المواقف العسكرية، ولكن لا يمكن حاليا مهاجمة الأسلحة، أنظمة الأسلحة النووية الروسية مثلا من وجهة نظري. وأظن أن ذلك تصعيد لا أحد يريده. بالطبع هذا التصعيد لا أحد يريده، وما ذكرته مهم، أجيره لضيفي السيد سيدروف. سيد سيدروف، أيضا من الجانب الروسي هذه ليست المرة الأولى التي يهدد فيها الرئيس بوتين، يعني إذا قمتم بهذا الأمر انتبهوا، سوف أنتم تلعبون بالنار، سوف يكون هناك عواقب، سوف يكون هناك تداعيات. ما الجديد أيضا هذه المرة من الجانب الروسي تحديدا؟ ونحن نعلم أن إدارة الرئيس بوتين هي يعني هناك تعديلات وتغييرات كثيرة في الداخل الروسي الآن، من ناحية القيادات، من ناحية المراكز. ماذا يعني كل هذا الأمر بالنسبة للروس؟ إلى أي مدى أو أي اتجاه قد يذهب به الرئيس الروسي تجاه دول حلف الناتو؟ يمكن القول أن الكرة الآن في ملعب الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة. أنا لا أتحدث عن بريطانيا التي ربما الآن تعتبر البلد الوحيد الذي أعلن
بشكل رسمي أنها إلى جانب استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية واستهداف المنشآت والمواقع على أراضي روسيا، لأن بعض الدول الأخرى إما ترفض مثل هذا التحول وإما تتردد حتى الآن ولم تتخذ أي قرار. الجديد بالنسبة لروسيا ورد فعلها على ذلك هي أنها تتحدث الآن بشكل جدي، لأنه في حالة إذا ما استهدفت المنشآت التي تقع على أراضي روسيا وفي العمق الروسي لا شك أن الرد الروسي سوف يكون قاسيا. وأعتقد بأن هناك أيضا إلى جانب مثل هذه التحولات وتبادل بالتصريحات القاسية نوعا ما، هناك في نفس الوقت اتصالات ربما غير رسمية أو اتصالات سرية على مستوى المخابرات والمستوى الأمني بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة. وخلال هذه الاتصالات أعتقد بأن الطرفين ربما يسعيان لتجنب أسوأ سيناريو ممكن، لا سيما باستخدام الأسلحة النووية وتجنب أي مواجهة مباشرة عسكرية بين روسيا والدول الغربية. ولكن يبدو أن الغرب لا يستمع ولا يصغي إلى مثل هذه السيناريوهات ولا يأخذها بعين الاعتبار. ولكن لماذا وجد مثل هذا الجدل حول استخدام الأسلحة الغربية من قبل أوكرانيا لاستهداف العمق الروسي؟ هذا إن دل على شيء إنما يدل برأيي أنا على ضعف الجيش الأوكراني الذي يجد نفسه الآن عاجزا عن مواجهة الجيش الروسي، لا سيما في هجومه باتجاه خاركيف والسيطرة على عدد من البلدات القريبة من هذه المدينة. نعم، وبالفعل يعني المسؤولين الأوكرانيين أيضا يقولون بأن هناك ضعف، نريد أسلحة لدعمنا في هذه الحرب. هناك دول تستمع لهم، ذكرتم بريطانيا وهذا هو يعني لب التقرير، نتحدث أن بريطانيا تبذل جهودا حثيثة لدعم أوكرانيا بالسلاح وتوريده عبر الحدود مع بولندا، لا تتردد حتى في الاستعانة بمهربين. هذا التقرير ونعلق عليه لاحقا مع السيد ريشتر. هذا المطار البولندي الصغير لا يبعد سوى بضعة عشرات الكيلومترات عن الحدود الأوكرانية، لكن الحرب حولته إلى نقطة تجميع وتوزيع للأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا عبر الدول الغربية. المطار الذي كان يشهد هبوط عشرات الرحلات المدنية أصبح بعد الغزو الروسي لأوكرانيا يستقبل رحلات طائرات شحن عسكرية. اللافت أن الطائرات العسكرية البريطانية هي من أكثر الطائرات هبوطاً في هذا المطار، إلى درجة وصف فيها كما لو أنه مستودع لشركة أمازون ولكن لأغراض عسكرية. في حين يقوم فريق لوجستي أوكراني بتحديث بيانات معلومات الأسلحة هناك للبحث عما تحتاجه القوات الأوكرانية في المعركة. والحديث هنا عن الأسلحة الغربية التي تقوم دول عدة بإرسالها إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب. واللافت أكثر حسب التقارير هو قيام بريطانيا بتنفيذ صفقات سرية لشراء أسلحة روسية من مختلف أنحاء العالم ومن ثم إيصالها إلى أوكرانيا. في بعض الصفقات لعبت بريطانيا دور المهرب، حيث اشترت المعدات ومن ثم ساعدت في ترتيب نقلها إلى أوكرانيا من خلال تجار أسلحة ووسطاء عرضوا تقديم خدماتهم تلك. سيد ريشتر، هل معظم دول حلف شمال الأطلسي في مركب واحد عندما يتعلق الأمر باستخدام يعني أساليب لتمرير السلاح إلى أوكرانيا بطريقة أو بأخرى، على الرغم من الخلافات حول يعني شكل وأسلوب الدعم من دولة إلى أخرى تحديدا؟ أولا يجب القول أنه بالنسبة لمسألة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ليس هناك اختلافات، الخلافات تخص فقط الاستهداف وهل يجوز استهداف الأهداف الروسية على الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية. هذا الخلاف لا يزال قائما، ولكن حتى عندما ننظر إلى الموقف البريطاني فكما قلت هناك فرق
إن كان هناك هجوم على أراض أو على أهداف بالأسلحة ردا على مواقف عسكرية معينة أم بشكل استراتيجي. وهنا حذر أمريكي، صحيح أن هناك محادثات غير رسمية مع روسيا تهدف إلى التوازن الاستراتيجي، ولكن هناك خلاف بخصوص دور أوكرانيا بالنسبة للتوازن الاستراتيجي بالنسبة لروسيا. هذا مهم، بينما الأمريكان يريدون الفصل بين هذا وذاك. وعندما نتحدث عن هذه الأشياء لا يجب أن نخلط الأمور مع بعضها البعض. ليس هناك خلاف بالنسبة لضرورة صمود أوكرانيا. نقطة جدا مهمة يعني، وأيضا أشكرك على هذا التوضيح للمشاهد الذي يتابعنا. سيد سيدروف، وزير الخارجية الأمريكي بلينكين يزور مولدافيا لدعم تطلعاتها الغربية، أيضا فيما يتعلق بمواجهة روسيا. هل يخشى من ذلك في الداخل الروسي تحديدا، من أن تتوسع رقعة المواجهة ضد روسيا؟ أنا لا أتوقع يعني توسيع رقعة المواجهة كما تفضلت ضد روسيا، لأنه أعتقد بأن زيارة بلينكين هذه ربما هي استعراضية، ومن شأنها أن تستعرض لموسكو عزم الدول الغربية على الدفاع عن ما يسمى بدول ديمقراطية حرة تواجه روسيا الآن، التي لها كما يزعمون طبعا خطط توسعية وإلى آخره. كل هذه الأمور لا تتفق الواقع، لأن روسيا ليس من نيتها أو من مصلحتها أن تهاجم على أي بلد آخر وأن تخوض ضدها أي عملية عسكرية على غرار ما يحدث الآن في أوكرانيا، لأن أوكرانيا طبعا الوضع فيها وعموما يعني كل تفاصيل هذا الصراع تختلف اختلافا جذريا عنها في دول سوفيتية أخرى ومنها مولدوفا، رغم طبعا سياستها التي يبدو أنها يعني متضامنة على الأقل على مستوى رسمي نوعا ما مع أوكرانيا. ولكن هناك الشعب، والشعب المولدوفي يعرف جيدا ماضيه عندما كانت مولدوفا في قوام الاتحاد السوفيتي، وكانت هذه الجمهورية تعيش في ظل صداقة ووئام وتعاون فيما بين هذه الجمهوريات. لذلك أنا لا أعتقد بأن يعني ما يحدث الآن فيما يتعلق بزيارة بلينكين لمولدوفا تحمل في طياتها أي مخاطر على أمن روسيا، أو ربما توحي بأن هناك تحولا خطيرا قد يحدث في المستقبل القريب. الآن طبعا روسيا تركز على العملية العسكرية في أوكرانيا، وليس لديها كما قلت أي خطط تتعلق بشن أي هجوم أو دخول في أي مواجهة مع جمهوريات أخرى. نعم سيد ريشتر، تتفق أم تختلف مع ضيفي السيد سيدروف؟ وأيضا سؤالي لك سيد ريشتر، ما العوامل التي قد تلعب دور بأن يتوسع نطاق الصراع، وهذا ما يخشاه الناتو تحديدا ويتجنبه حتى الآن؟ في حلف الناتو وفي الغرب عموما هناك نقاش، هل قد يكون هناك أهداف أخرى غير أوكرانيا من روسيا؟ كان هذا التخوف كبير في دول البلطيق وربما في مولدافيا، ولكن يجب أن نفرق بين الواقع والأماني. الواقع هو أن القوات الروسية واقفة على نهر دنيبر، وأن أوديسا في أوكرانيا لا تزال تحت النفوذ الأوكراني، وقبل السيطرة على أوكرانيا في غرب البحر الأسود، فلا يجب أن نتحدث عن مولدافيا. ولكن هناك عامل سياسي آخر، ترانسنستريا التي لم تنشق رسميا عن مولدافيا، ولكنها لديها مساعي
انفصالية وهناك أيضا بعض الجنود الروس. فإذا كانت هناك دغبة لدى بعض الأوساط الروسية لردم الهوة إن صح التعبير بين الجبهة ومولدافيا، فربما ليس هذه هي السياسة الروسية حاليا. ولكن أنا بنفسي تحدثت مع بعض الخبراء يتصورون أن ذلك ممكن، وهذا يعيدنا إلى السؤال: ما هي أهداف روسيا السياسية في أوكرانيا؟ هل المقصود منع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو من أجل منع وضع الأسلحة الغربية في أوكرانيا أو الصواريخ؟ هل المقصود المناطق في شرق وجنوب أوكرانيا أو الحفاظ على القاعدة العسكرية على جزيرة القرم، أو كما يقال في الغرب السيطرة بالكامل على أوكرانيا؟ هناك مواقف مختلفة في الغرب، ولكن أود أن أعرف أو أسمع من السيد سيدروف ما هو رأيه في ذلك. ما رأيك سيد سيدروف؟ هل لديك جواب على سؤال ضيف السيد ريشتر؟ ما هي أهداف روسيا السياسية في أوكرانيا تحديدا؟ عدد لك أكثر من سبب، ما السبب الأقرب من وجهة نظرك التحليلية؟ نعم، عندي جواب دقيق، وسبب الأقرب برأيي هو يعني الآن أعتقد بأن روسيا مهتمة جدا وحريصة على إجراء مفاوضات مع أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، ولكن للأسف الدول الغربية التي لم تسمح لأوكرانيا بالعودة إلى المسار السلمي مع روسيا، وذلك بعد شهر تقريبا من بدء العملية العسكرية الخاصة في فبراير من عام 2022، أنا أعتقد بأن هذه الدول الغربية ومنها بريطانيا على سبيل المثال والولايات المتحدة. عذرا عن المقاطعة سيد، سؤال سيد ريشتر كان واضح. ما الهدف السياسي لروسيا داخل أوكرانيا من وجهة نظرك، غير المفاوضات وغير، ما الهدف من وجهة نظرك في 30 ثانية؟ لم يتبقى لدي الوقت للأسف. نعم، الهدف الدقيق لروسيا أن ترى أوكرانيا آمنة ودولة حيادية لا تنضم إلى أي تكتلات عسكرية، والتمسك بمبدأ الأمن المتكافي للجميع، وهذا لا يخص روسيا وأوكرانيا وإنما الدول الغربية الأعضاء في حلف الناتو. نعم، إذن هدف روسيا ربما هذا هو الجواب، للأسف انتهى الوقت، هو عدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى المنظومة الأوروبية لنقل الناتو أو حتى الاتحاد الأوروبي لاحقا. شكرا جزيلا لك سيد سيدروف. سيد ريشتر أشكرك أيضا، للأسف انتهى الوقت، ولكن سيكون لدينا لقاءات للدخول بعمق بعد أكثر في هذا الموضوع. مشاهدينا شكرا لكم، كانت معكم ديما ترحيني، تحياتي.